بسم الله الرحمن الرحيم. الآن رح نحكي عن الجول بروغرامينج. والجول بروغرامينج هو امتداد لللينير بروغرامينج، وهو أحد أشكال اللينير بروغرامينج. خلينا نحكي الأوسع شوي أو المتقدمة أكثر. طيب، في البداية كونك أنت جاي وبدك تحضر أو بدك تدرس موضوع الجول بروغرامينج، او مطلوب منك دراسة الجول بروغرامينج، فبالتالي اكيد انت عارف اللينير بروغرامينج او ماخذ اللينير بروغرامينج، لانه الجول بروغرامينج بيجي بعد اللينير بروغرامينج. ما بصير انت تدرس الجول بروغرامينج بدون ما تكون فاهم وملم بامور اللينير بروغرامينج الاساسي، لانه كله مبني على بعضه. الآن رح أترك قدامك فيديو للفورموليشن أوف لينير بروغرامينج بارت وبارت آخر، يعني جزئين بمكنوك. خلينا نحكي من إنك تصير معي بمود الفورموليشن لللينير بروغرامينج مودلز. الآن في هذا الفيديو رح أحكي أنا عن إيش؟ عن الفورموليشن للجول بروغرامينج مودلز. ممكن نعمل الفيديو هذا والفيديو القادم راح يكون عن Formulation of Goal Programming، ومن ثم نتطرق للSolution لهذا الGoal Programming، ونتعرف على أهمية الGoal Programming وتعريفه وأهميته، ونعمل Formulation ونحل هذا الGoal Programming Model يدويا باستخدام Graphical Solution، ونحله باستخدام الكمبيوتر. فرح نتعرف على هاي الأمور، إن نعمل formulation، وهذا هو الأهم طبعا، إنك تعمل formulate للgoal programming model هو الأهم، ومن ثم يأتي solution لهذا الgoal programming. وأنا بفضل solution هون باستخدام الكمبيوتر أكثر من اليدوي، لأنه باليدوي أنت خلينا نحكي الموديل هون شوية حله يدويا أصعب من اللينير بروغرامينج. الآن ممكن إن نحل الجول بروغرامينج موديل يدويا فقط باستخدام الجرافيكال ميثود، عندما يكون عندي بس إيش two decision variables. لكن إذا في أكثر من two decision variables إجباري أنت بدك تروح على الكمبيوتر solution. فرح نتعرف على الفورموليشن وطرق حل الجول بروغرامينج الجرافيكال ميثود والكمبيوتر ميثود. ايش هو الجول بروغرامينج؟ الجول بروغرامينج form of a linear programming that includes multiple goals instead of a single objective. لان احنا في اللينير بروغرامينج زي ما بتعرفوا اللينير بروغرامينج موديل بيركز على تحقيق هدف واحد فقط. كنا نركز على نعمل مثلا maximization للبروفيت، minimization للكوست، maximization للريفينيو، maximization للسيلز، maximization للبرودكشن، وهكذا. فإحنا كنا نعمل نركز على تحقيق هدف وحيد فقط. لكن أنت مثلا لو أنك مهندس عمليات أو مدير عمليات في مصنع أو في أي مكان بينتج وعنده عمليات إنتاجية، الآن في أرض الواقع تفكيرك ما رح يكون مسيطر عليه أنه تحقق فقط هدف واحد، هدف وحيد، يعني انك تعمل مثلا ماكسمايز للبروفيت وفقط وتلغي اي امور اخرى. وهو اصلا تحقيق البروفيت بيكون مرتبط بالكثير من الامور، وكذلك تقليل التكاليف بتكون مرتبطة بالكثير من الامور. فاذا انت بيكون في بالك انه بدك تحقق مجموعة من الاهداف تحققهم جميعهم بنفس الوقت، ولكن هاي الأهداف ممكن تكون متعارضة، فأنت بدك تعمل عملية من الموازنة بين تحقيق هاي الأهداف. فإذا مطلوب منك تحقيق مجموعة من الأهداف في أرض الواقع. أمثلة على هاي الأهداف اللي أنت بدك تحققها أو بتحاول تحققها كمهندس عمليات أو مدير عمليات: أولا زيادة كمية الإنتاج، ممكن أنت بدك تزيد كمية الإنتاج أو تقلل التكاليف، وتقليل مثلا الأوفر تايم، وتقليل النمبر أوف إمبلويز،
ومثلا زيادة الكاستمر ساتسفاكشن، ممكن انك بدك تحسن الكواليتي ليفل، ممكن بدك تزيد الحصة السوقية اللي إلك. وبالتالي عندك مجموعة من الأهداف، وقد يكون هذه الأهداف متضاربة. يعني مثلا أنت بدك تزيد كمية الإنتاج وبنفس الوقت بدك تقلل الأوفر تايم أو تقلل عدد الموظفين. طب ما هو زيادة الإنتاج بدها إيش؟ بدها موظفين أكثر، أو بدها إذا أنت بتجي تزيد موظفين بدك أوفر تايم. فإذا كيف بدنا نحقق هاي الأهداف أو نوازن بين تحقيق هاي الأهداف بنفس الوقت؟ اللينير بروغرامينج كونه بيركز على هدف واحد، إذا بهاي الحالات ما بيناسبنا اللينير بروغرامينج، ما بحل لي المشكلة اللي أنا بواجهها. لذلك إحنا بحاجة إلى أنواع أخرى من المودلز، بدنا مودلز أشمل، مودلز فيها أوبشنز أكثر بحيث تحل لي مثل هذا الوضع. لما أنا يكون عندي العديد من الأهداف، أو عندي يعني هنحكي ملتي أوبجكتيفز، ملتي جولز أو ملتي بريفرنسز بدي أحاول أرضيها أو أشبعها أو أحققها، اللينير بروغرامينج ما بينفعني، فبدي مودلز أخرى. ومن هاي المودلز اللي بتساعدني بهذا الموضوع الجول بروغرامينج. الجول بروغرامينج بحقق لي مجموعة من الأهداف بنفس الوقت، مش بحققها، مش شرط يحققها بنسبة 100%، لأنه أنت على أرض الواقع ما في إشي بيرفكت، بس لكن بحقق هاي الأهداف بنسب متفاوتة. يمكن بعض الأهداف تتحقق بنسبة 90%، بعضها بنسبة 70%، بعضها بنسبة 50%، وكله حسب الأولوية. فرح نتعرف على الجول بروغرامينج، هاي هي أهمية الجول بروغرامينج وليش إحنا بنحتاجه، والهدف من استخدامنا للجول بروغرامينج. طيب في الجول بروغرامينج زي ما حكينا إنه في مجموعة من الأهداف بدي أحققها، لكن وين المشكلة اللي راح تواجهك الآن؟ إنه هاي الأهداف اللي أنت بتحاول تحققها بأغلب الأوضاع وبأغلب الأحيان بتكون متعارضة مع بعضها البعض، زي ما حكينا قبل شوي، زيادة الإنتاج ومثلا تقليل التكاليف لأنه الميزانية محدودة. طب كيف بدي أزيد الإنتاج وأنا بدي أقلل التكاليف أو الكلفة أو مثلا البادجت محدودة وبدي أزيد الإنتاج؟ طب ما هي زيادة الإنتاج تتطلب ريسورسز أكثر، تتطلب عمال أكثر، والعمال وساعات العمل والرو ماتيريالز هي تعتبر تكاليف. فتكاليف يعني هي من الميزانية إحنا راح نحصلها. فإذا هذول الهدفين مالهم بتضاربوا مع بعض، وفرضا زيادة الإنتاج وتقليل الأوفر تايم بنفس الوقت، هذول الهدفين إيش مالهم؟ بتضاربوا. إذا نحنا لازم نحدد الأهداف اللي بدنا إياها ونحدد أولوية تحقيق كل هدف منها بالنسبة للآخر. يعني مين الهدف الأكثر أهمية بالنسبة إلي؟ لازم أكون عارف إيش هو الهدف الأكثر أهمية بالنسبة إلي، بحيث يتحقق كل تارجت من هاي، أو يتحقق كل هدف من هاي الأهداف بالترتيب وقدر الإمكان. فإذا لكل جول أو لكل هدف من الأهداف اللي أنا بدي أحققها لازم يكون في تارجت معين، في قيمة معينة أنا بدي أوصلها، فلازم أحقق هذا الهدف. إذا ما قدرت أوصل له بنسبة 100% بحاول أكون قريب عليه أو محققه بنسبة 90-80-70% as much as possible. ففي الجول بروغرامينج رح نكتب المعادلات اللي كانت موجودة عندي في اللينير بروغرامينج، لكن بيفرق عن اللينير بروغرامينج انه هنا التارجت هذا اللي هو الرايت هاند سايد. الان الرايت هاند سايد في اللينير بروغرامينج هو نفسه التارجت في الجول بروغرامينج، التارجت فاليو في الجول بروغرامينج هي نفسها الرايت هاند سايد اللي كنا نشوفها وين احنا في اللينير بروغرامينج. ف راح اكتب معادلات
زي ما كنا نكتبها باللينير بروجرامينج، لكن بيفرق موضوع انه بدي اضيف الديفيشنز فاريبل. شو هم الديفيشن فاريبلز؟ الان في البدايه التارجت، التارجت هو الجول ليفل وي وونت تو اتشيف، القيمه هاي اللي انا بدي انجزها فيما يتعلق بهذا الجول. فاذا هي الديسايرد اوتبوت بنقدر نحكي عنها، او الديسايرد نمبر اللي بدي احققه، لكن على ارض الواقع ممكن اكون فوق هذا التارجت، ابوف ذس تارجت، ممكن اكون اندر ذس تارجت. فاذا كنت انا ابوف التارجت راح يكون في عندي بوزيتيف ديفيشن، يعني انا انحرفت عن التارجت، يعني زدت عن التارجت، فراح يصير في عندي بوزيتيف ديفيشن، انحراف زائد. هون مش يعني انه بوزيتيف يعني انه ايجابي، لا، بوزيتيف ديفيشن انه انا زدت عن التارجت. والنيجاتيف ديفيشن هي الكميه اللي انا بكون اقل من التارجت. يعني انا مثلا كان عندي الكوست او خلينا نحكي اليوزد ليبر اور 50 اور، يعني اذا انا استخدمت 55 اور، معناها انا عامل ديفيشن بوزيتيف عن ايش؟ عن ال 50 لهاي الليبر اور. هل هذا البوزيتيف يعني كويس ولا مش كويس؟ لا، هو مش كويس. هاي البوزيتيف فقط للدلاله على انه زدنا عن التارجت، والنيجاتيف ديفيشن قلينا عن التارجت. لكن الديفيشن، هذا الديفيشن قد يكون جيد، وفي اغلب الاحوال بيكون سيء. فانا عندي الانفيفرابل ديفيشن هو الديفيشن اللي انا ما بدي يكون موجود، بدي اتغلب او بدي اتجنبه او ابعد عنه. هذا هو الانفيفرابل ديفيشن. فبالنسبه للاشياء الكويسه او الاشياء الجيده مثل الربح، مثل المبيعات، الانفيفرابل ديفيشن بتكون الدي ماينس، يعني النيجاتيف ديفيشن فاريبل هو الانفيفرابل ديفيشن. وبالنسبه للاشياء او الامور السيئه مثل الكلفه، مثل الخساره، بيكون الانفيفرابل ديفيشن هو الدي بلس. الدي بلس يعني انا مثلا اذا الكلفه، تارجت الكلفه عندي 100، اذا انا كانت الكلفه 110، عندي الدي بلس، هذا يعبر عن البوزيتيف ديفيشن، وهذا البوزيتيف ديفيشن هو غير مرغوب فيه. انا زدت عن التارجت، لكن هاي الزياده غير جيده او غير محموده. معنى هذا الديفيشنز وتعريفاته راح من خلال المثال راح يتوضح موضوعها اكثر. خلينا ننتقل للخطوات العمليه اللي احنا راح نتبعها لحتى نعمل فورموليت لجول بروجرامينج موديل، ونحل امثله عشان تتوضح المعاني، تتوضح المفاهيم اكثر لهذا الموديل. وبالنهايه راح نلخص الفرق بين الجول بروجرامينج واللينير بروجرامينج بالتفصيل. طيب، الان في الفورموليشن للجول بروجرامينج موديل اللي بيعرف باللينير بروجرامينج، فورموليشن اوف لينير بروجرامينج، كنا ناخذ نص يعبر عن الكيس او عن البروبلم، ومن ثم نعمل له فورموليشن، نطلع المعادلات ونكتبها. الان راح ناخذ خطوات كيف نعمل من النص الموجود قدامي اعمل منه جول بروجرامينج موديل. الخطوه الاولى انه يكون في عندي ديسكريبشن للبروبلم او للكيس اللي انا مهتم فيها، مع ليست للاهداف المطلوب تحقيقها. وهي بالعاده بتكون ايش؟ تكون معطاه معك في السؤال، لكن اذا انت بدك تعمل بحث او بارض الواقع، هاي بتكون من مهمتك انك تروح على هذا الكيس، على هاي الكيس اللي انت بدك تدرسها، وتراقب هاي الحالة وتشوف الظروف الموجودة، وتكتب الاهداف اللي انت بدك تحققها او اللي بدها هاي المؤسسة تحققها، وتكتبهم بالترتيب حسب اهميتهم. هاي الجولز اللي انت بدك تحققها اكتبهم بالترتيب حسب الاهمية. الخطوة الثانية، الآن من هون ببلش شغلك كحل جول بروجرامينج موديل في هذا التكست بوك. الجول بروجرامينج بنحدد في البداية ديزيشن فاريبلز،
بتحدد الديسيشن فاريبلز. الديسيشن فاريبلز هم الاشياء اللي انا بدي اوجد قيمتهم او اللي بدي اعمل ست لقيمتهم، يعني اعرف حدد هاي القيمه اللي بتحقق الجولز. كنا نسال في اللينير بروجرامينج موديل مثلا على مستوى عمليه انتاجيه، كم لازم انتج من المنتج الاول وكم لازم انتج من المنتج الثاني لحتى احصل على اعلى ربح ممكن، او كم لازم انتج من المنتج الاول ومن المنتج الثاني لحتى احقق اقل كلفة ممكنة. هذول هم كانوا decision variables، كميات الانتاج مثلا في سؤال انتاجي، او الكميات اللي لازم اشتريها من الرو ماتيريالز بحيث اقلل الكلفة، هاي كانت decision variables. الان السؤال في الجول بروجرامينج على نفس نمط اللينير بروجرامينج، لكن الهدف مختلف. هون في عندي اكثر من هدف. السؤال راح يكون كم لازم انتج من المنتج الاول وكم لازم انتج من المنتج الثاني بحيث احقق هاي الاهداف الموجودة، او ما هي قيم الديسيشن فاريبلز اللي بتحقق لي الاهداف الموجودة. فإذا نكتب decision variables ومن خلال المثال راح يتوضح أكثر كيف تحدد decision variables. بعد ما نكتب decision variables بنلخص المعلومات الموجودة في سؤالنا بهذا التابل، بهذا الجدول أو بهذا التابل. بهذا الجدول إذا بنطلع هذا، يعني خلينا نحكي قريب على الجدول أو نفسه مع اختلاف بسيط، الجدول اللي كنا نستخدمه باللينير بروجرامينج فورموليشن. نطلع على اليسار، هون بنحط الجولز، اسم الاسم، اسم كل جول او اسم الريسورس او اسم الكونسترينت على اليسار، وعلى اليمين اقصى اليمين بنحط الكوانتيتي او التارجتس اللي هي كانت الرايت هاند سايد في اللينير بروجرامينج. الان بدنا نسميها التارجت، تارجت فاليوز، والديسيشن فاريبلز بنحطهم في هاي المنطقة اللي بالنص. بنحط اسم الديسيشن فاريبل الأول واسم الديسيشن فاريبل الثاني واسم الديسيشن فاريبل الثالث. بعدها الآن كتبنا هون مثلا عند رقم واحد هذا الجول الأول مثلا أو الريسورس الأول، فلنفترض أنه كان الرو ماتيريال. الآن في هاي هون في هاي عند هاي النقطة هون شو رح نكتب؟ رح نكتب استهلاك الديسيشن فاريبل الأول أو المنتج الأول من الرو ماتيريال، استهلاك القطعة الواحدة من المنتج الأول من الرو ماتيريال، وهون استهلاك القطعة الواحدة من المنتج الثاني من الرو ماتيريال، وهون استهلاك القطعة الواحدة من المنتج الثالث من الرو ماتيريال. برضو هون عند هاي النقطة استهلاك المنتج الاول من الرو ماتيريال، من فرضا لو كان الريسورس الثاني ليبر اور، فاستهلاك القطعه الواحده من المنتج الاول من الليبر اور، وهون استهلاك القطعه الواحده من المنتج الثاني من الليبر اور، وهكذا. فاحنا بنعبي هذا التيبل، بنعبي هذا التيبل زي ما بنعرف، بما انك انت فاهم اللينير بروجرامينج تعرف تعبي تيبل مثل هذا. الآن الخطوة الرابعة بكتب الكونسترينتس أو الجول كونسترينتس أو الإكيويشنز، بمشي بالجولز واحد واحد، ولكل جول راح أكتب معادلته الخاصة فيه. فبكتب الجول كونسترينتس أو الجول إكيويشنز، وبضمن فيهم النيسيساري ديفيشنز فاريبلز، النيسيساري ديفيشنز فاريبلز، واخيرا نكتب الاوبجكتيف فانكشن لهذا الجول بروجرامينج موديل. وهذا الاوبجكتيف فانكشن في كل الجول بروجرامينج دائما وابدا بيكون مينيمايزيشن لكل الانفيفرابل ديفيشن. اذا الاوبجكتيف فانكشن في الجول بروجرامينج دائما مينيمايزيشن للانفيفرابل ديفيشنز. فبعد ما نكتب الجول كونسترينتس او الجول اكيويشنز، كل ما انت تكتب جول اكيويشن او جول كونسترينتس، حدد بدك تضيف على هاي المعادله، هي اصلا المعادله نفسها
اللي كانت constraint في linear programming. هذا المعادلة الآن بدك تضيف لها deviation d minus و d plus اللي هي negative deviation و positive deviation. بدك تحدد بعد ما تكتب هذول الديفيشنز تحدد ايام من هذول الديفيشنز unfavorable مشان ايش تعمل له minimization في الobjective function. خلينا نشوف مثال نطلع على هذا المثال. هذا المثال اخذناه في linear programming. طيب تقرأ هذا المثال وقف الفيديو واقرأ هذا السؤال انت كامل. راح احكي انا الان ملخصه لان هاي الشركه شركه بريفر كريك بوتري كومباني بدها تنتج تو برودكت. المنتج الاول بول والمنتج الثاني المج. الان كل بول واحد يحتاج الى اور ليبر ساعه عمل ويحتاج الى 4 باوند من الكلي. كل بول واحد يتم انتاجه بيحتاج الى ليبر اور واحدة ويحتاج الى 4 باوند من الكلي وببيعه او هو بيربحني $40. بينما المج الواحد اللي بيتم انتاجه بيحتاج الى ساعتين عمل ويحتاج الى 3 باوند من الكلي وبيربحني $50. بيعطيني بروفيت مقداره $50. وكمان الافيلابل ليبر اور 40 والافيلابل باوندز اوف كلي هم كم 120. لو انه السؤال لغايه الان لينير بروجرامينج شو راح يحكي لي؟ فورموليت ا لينير بروجرامينج موديل تو ديتيرمن نمبر اوف بولز اند ماجز ماست برودوس ان اوردر تو ماكسمايز بروفيت of this company. لكن سؤالنا هون ايش؟ قول بروجرامينج. نطلع الفرق لغاية الان لغاية هاي النقطة ما في اي فرق بنص السؤال. لكن الان بدك تعرف كيف الجول بروجرامينج بيعمل. نطلع The pottery company wants to know how much bowls and mugs must produce to satisfy several objectives. لان هي بدها تحقق العديد من الاهداف. These objectives listed here in order of importance. الأهداف الأربعة اللي بدها تحققها هاي الشركة. الهدف الأول to avoid layoff. Layoffs هو ترويح الموظفين. إنك تروح الموظف أو يعني تفنشه. The company does not want to use fewer than 40 hours of labor per day. يعني الشركة مشان تتجنب إنها تروح موظفين بتحاول انها انه الليبر اور اليوزد ليبر اور ما يكونوش اقل من 40. بتحاول تستخدم ال 40 ليبر اور كاملين. يعني الموظف اللي بيشتغل عندها 5 ايام في الاسبوع كل يوم 8 ساعات مجموع ساعاته الاسبوعيه 40 بتحاول انها تشغله بالكامل. ما بدها تشغله اقل من 40 ساعه عشان ايش؟ ما تروح موظفين. وبالتالي ما بدنا يكون في عندي لازم يكون عندي اليوزد ليبر اور 40 فاكثر بناء على هذا الهوج بناء على هذا الجول. طيب الجول الثاني the company would like to achieve a satisfactory profit level of $1,600 per day. الشركه بتحاول انها تحقق ربح خلينا نحكي مرضي. يعني مستوى الربح اللي بيكون مرضي بالنسبة إلها في اليوم $1,600. يعني إذا حققت أقل بصير فيه مشكلة. يعني بالنسبة إلها هذا الإشي غير مرضي. يعني هو مش كويس بالنسبة إلها تحقيق فقط $1,600 في اليوم. بدها تحقق 6,600 أو أكثر. إذا التارجت في البروفيت 1,600 التارجت عندي. والتارجت بالنسبة للليبر أور كم؟ 40. اللي هم اصلا الافيلابل الافيلابل ليبر اور 40 هم التارجت في الليبر اور. وبالنسبه للبروفيت التارجت كم؟ 1600. طيب الجول الثالث because the clay must be stored in a special place
so that it does not dry out, the company prefers not to keep more than 120 pounds on hand each day. اذا لانه ال- 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 الطين او الكلي يخزن بظروف خاصه وحتى ما ينشف بيخزنوه بظروف خاصه ممكن بثلاجه ممكن مكان بحيث انه ما ينشف فالشركه بتحاول انها ما يكون في عندها بمخزون الكلي اكثر من 120 باوند يعني الهدف الثالث المرتبط بالرو ماتيريالز لكلي في الرو ماتيريالز لكلي 120 التارجت ما بدنا يكون في عندنا اكثر من 120 باوندز اوف كلي على انه اذا كان في عندي اكثر من 120 انا ممكن اتكلف انفنتوري كوست زياده او ممكن انه هذا الكلي اذا ما خزنته بالطريقه السليمه ينشف او يصير في مشكله ويبطل يوز بطل اقدر استخدمه للانتاج فاذا التارجت في هذا الجول هو 120 الجول الرابع بحكينا because high overhead costs result when the plant is kept open past normal hours the company would like to minimize the amount of overtime بحكي لنا انه تكلفة ابقاء المصنع شغال بعد ساعات العمل الطبيعية او بعد الوقت الطبيعي للعمل التكلفة اذا المصنع بعد مثلا المصنع بالعادة بسكر الساعة 4 او الساعة 5 او هاي المؤسسة الان اذا خليناه شغال بعد هاي الساعة بعد الساعة 5 الكلف بتزيد والاوفر تايم كلفته كمان بتزيد لانه الاوفر تايم برايس بيكون اكثر من الريجولر برايس فانا عندي بصير الكلفة اكثر لذلك الشركة بتحاول تعمل تقليل للأوفر تايم قدر الإمكان بنحاول نعمل تقليل للأوفر تايم قدر الإمكان إذن هون هذا الجول إذا بتلاحظوا هو مرتبط مع الجول الأول الجول لكن إيش متضارب معه بالجول الأول بيقول لي لا تستخدم أقل من 40 استخدم 40 أو أكثر من الليبر أور بس بالجول الرابع شو بيقول بيحكينا بالجول الرابع انه ما بدنا اوفر تايم يعني كأنه بيحصرني وبيقول 40 استخدم فقط ايش 40 ليبر اور وبنفس الوقت حقق 1600 دولار ربح وحقق انه يكون الانفنتوري مش اكثر من 120 خلينا نشوف الان كيف بدنا نعمل الجول بروجرامينج موديل يعني أنا كم لازم أنتج من البول وكم لازم أنتج من المجز بحيث أحقق هاي الأهداف الأربعة مش بس أحقق إنه زيادة الربح قدر الإمكان طيب نمشي بالخطوات خطوة خطوة الخطوة الأولى decision variables الخطوة الأولى إيش هي نحدد decision variables الآن x1 the number of bowls to produce وال x2 the number of mugs to produce وأخذناها من الجملة اللي كانت قبل الأهداف لما حكالي The pottery company wants to know how much bowls and mugs must produce to satisfy several objectives إذن هذول decision variables X1 البولز والX2 المجز طيب الخطوة الثانية بدنا نلخص المعلومات الـ given information في هذا التابل الآن عندي goals أو resources أو constraints وال decision variables أول x1 bowls ومجز x2 والquantity أو التارجتس على اليمين هون في أنا عندي كان معطيني معلومات عن ثلاث أمور رئيسية الليبر واستهلاك البول الواحد من الليبر واحد استهلاك المج الواحد من الليبر اثنين والquantity الأفيلابل من الليبر 40 الكلي استهلاك البول الواحد من الكلي 4 استهلاك المج الواحد من الكلي 3 والكوانتيتي الافيلابل من الكلي 120 البروفيت اللي بحقق لي اياه البول 40 والبروفيت اللي بحقق لي اياه المج 50
والساتسفاكتوري بروفيت او التارجت بروفيت هي كم؟ 1600. هذا التابل كيف نعبيه مشروح اصلا بالتفصيل في اللينير بروجرامينج مودل، ما راح بالتفصيل احكي هون، خلص هيك الجدول يفترض انه واضح. الخطوة الثانية او الخطوة الثالثة الان راح نمشي على الجولز واحد واحد ونشوف كيف راح نبني الجولز كونسترينتس او الجول اكويشنز. الجول الاول كان يحكي لي مشان نتجنب اللي اوف الشركة بدها ما بدها تستخدم اكثر من 40 ساعة في اليوم. نكتب المعادلة في البداية، المعادلة الطبيعية اللي هي x1 زائد 2 x2 و40 هذا التارجت. الان المعادلة الاصلية اللي كانت لو انه بدنا نعمل لينير بروجرامينج كنا لازم نحكي x1 زائد 2 x2 اقل او يساوي 40 لانه هذا available resource، لانه هذا available resource فبنحكي x1 زائد 2 x2 اقل من او يساوي 40. لكن في الجول بروجرامينج ما في اشارات اقل من او اكبر من، كل الاشارات بس يساوي. فاحنا بدنا نضيف deviations variables. الان اذا احنا الجزء الليفت هاند سايد بيمثل زي ما بنعرف الليفت هاند سايد لهي المعادله تمثل اليوزد ليبر اورز، او خلينا نحكي الكميه اللي تم استخدامها من الليبر اورز في الانتاج او في انتاج قيم معينه من اكس 1 واكس 2. فالان اذا احنا استهلكنا 35 معناها لازم نضيف 5 مشان نوصل ل 40، وهي هي D1 minus زائد D1 minus. طب لو اني انا استهلكت 45 labor hour كيف بدي اوصل للأربعين؟ لازم اطرح 5، لازم اطرح 5 اللي هي D1 plus ال positive deviation. فانا عندي هون ال D1 minus وال D1 plus، D1 minus و D1 plus. الان هذول التو ديفيشن هذول بنسميهم الديفيشن فاريبلز، هذول بنسميهم ديفيشن فاريبلز. هذول بيمثلوا لي كم انا زحت عن التارجت سواء اما اقل او اعلى من التارجت. اذا كنت اقل من التارجت لازم اضيف الدي 1 ماينس اللي هو مقدار النقصان عن التارجت، واذا انا كنت اعلى من التارجت لازم اطرح الدي 1 بلس اللي هو مقدار الزياده عن هذا التارجت. فال D1 minus وال D1 plus هذول الاثنين قيمهم ايش؟ لازم تكون يعني على الاقل واحدة منهم قيمتها صفر، ما بصير الاثنين سوا يكونوا لهم قيمة. ممكن الاثنتين صفر اذا انا كنت على التارجت بيكون ال D1 صفر، D1 minus صفر و D1 plus صفر، لكن اذا انا اقل من التارجت بيكون D1 minus هي اللي لها قيمة، واذا انا كنت اعلى من التارجت بيكون D1 بلس هي اللي إلها قيمة. فأنا ضفت الديفيشن فاريبلز على المعادلة. الآن شو الانفيفرابل ديفيشن بالنسبة لهذا الجول؟ الشركة بتحاول تتجنب اللي اوف، إذا هي بدها تستخدم 40 فأكثر، فالانفيفرابل ديفيشن هو ال D1 ماينس. اتجنب ال D1 ماينس عند لما أنت تتجنب أو تعمل مينيمايزيشن لل D1 ماينس، بالتالي أنت حققت الهدف الأول، حققت الهدف الأول اللي هو نتجنب الأندر تايم أو نتجنب اللي أوف، نستخدم 40 فأكثر. أقل من 40 معناها في كمية أقل من 40 هي D1 minus، D1 minus هي الكمية اللي أقل من 40، وأنا هاي بدي أعمل لها minimization عشان أحقق الهدف الأول. يا ريت تكون صفر بكون محقق الهدف بنسبة 100%. طيب الجول الثاني، الجول الثاني بيحكي لي انه الشركة بدها تحقق ساتسفاكتوري بروفيت مقداره 1600. طيب نكتب معادلة البروفيت. لو انه باللينير بروجرامينج العادي بنحكي الزد اللي هو البروفيت يساوي 40 x1 زائد 50 x2، لكن احنا هم في جول بروجرامينج بدنا نحولها ل equations. فعندي 40 x1 زائد 50 x2 زائد d2 minus ناقص d2 plus يساوي 1600. ال D1 ال D2 minus الكمية اللي أنا بكون يعني فيها يعني الكمية اللي بكون أنا فيها أقل من ال 1600، وال D2 plus يعني الزيادة عن ال 1600.
طب انا مين بدي اقلل هون؟ شو الانفيفرابل ديفيشن بالنسبه لهذا الجول؟ الانفيفرابل ديفيشن لهذا الجول هو الدي 2 ماينس. الدي 2 ماينس ليش؟ لانه يعني انا ما بديش اقلل، يعني بدي اقلل النقصان عن 1600. الدي 1 الدي 2 ماينس تمثل الكميه اللي انا قليت فيها عن ال 1600، وانا بدي اعمل لها مينيمايزيشن. فانا بدي اعمل مينيمايزيشن لمين؟ للدي 2 ماينس. اذا الانفيفرابل ديفيشن هنا دي 2 ماينس. الجول الثالث، الجول الثالث بحكي لي because the clay must be stored in a special case. اذا انا بدي احاول ما يكون في عندي clay اكثر من 120، ما بدي يكون عندي clay اكثر من 120. المعادلة لو انه انا بالوضع الطبيعي باللينير بروجرامينج رح تكون 4x1 زائد 3x2 اقل او يساوي 120، لكن في الجول بروجرامينج بدنا نحكي 4x1 زائد 3x2 زائد d3 ماينس ماينس d3 بلس. هاي البلس والماينس هون هاي مش اشاره للطرح او الجمع، هي فقط للدلاله انه انا d3 ماينس يعني انا قليت عن التارجت، d3 بلس يعني انا زدت عن التارجت. طيب هون ايش الانفيفرابل ديفيشن؟ انا ايش اللي بدي احاول اتجنبه في هاي المعادله؟ بدي احاول اتجنب اني انا اكون فوق ال 120، ما بدي يكون في عندي كلي اكثر من 120، وبالتالي بدي اعمل مينيمايزيشن للدي 3 بلس. الدي 3 بلس اللي هي تمثل الكميه اللي انا زدت فيها عن ال 120 باوند اوف كلي. في الجول الرابع حكينا هي نفس معادله كونه احنا بدنا نعمل مينيمايزيشن للاوفر تايم، بدي اعمل مينيمايز للاوفر تايم. فهي المعادله هي نفس معادله الجول الاول اللي هي كانت x1 زائد 2x2 لانها مرتبطه بمين؟ مرتبطه بالليبر اور، والليبر اور كتبنا لها معادله او جول كونسترينتس في اول في اول جول، وهي كانت x1 زائد 2x2 زائد d1 ماينس ماينس d1 بلس يساوي 40. انا بدي اعمل مينيمايزيشن لمين هون؟ لاي شيء؟ شو الشيء اللي بدي اعمل له مينيمايزيشن هون؟ بدي اعمل مينيمايزيشن لل d1 بلس اللي هو يمثل الاوفر تايم، يمثل الاوفر تايم. هذول الديفيشنز يعني ممكن يكون له مسمى اصطلاحي او مصطلح معين نعبر عن هذا الديفيشن حسب انه هذا الجول عن ايش بيعبر. فرضا هون ليبر اور، كنا شغالين على ليبر اور، لان هاي معادلة الليبر اور اللي هي x1 زائد 2x2 زائد d1 ماينس ماينس d1 بلس يساوي 40. ال d1 ماينس هاي بتعبر عن ايش؟ عن ال d1 ماينس بتعبر لي عن اللي اوف او الاندر تايم او الاندر يوتيلايزيشن، وال d1 بلس بتعبر لي عن ايش؟ عن الاوفر تايم، تعبر عن الاوفر تايم. فهذا لها مسمى معين، فانت بدك تكون عارف هذا المسمى حسب الكونسترينتس او حسب الجول. فالانفيفرابل ديفيشن هون هو ايش؟ الدي 1 بلس. اذا احنا كتبنا الان كل جول كتبنا له المعادله الخاصه فيه، وساعدنا في كتابه هاي المعادلات وجود ايش؟ وجود الجدول اللي احنا لخصنا المعلومات فيه. هذا الجدول ساعدنا في تلخيص او في كتابه هاي المعادلات. يعني انا كل معادله استخدمت التيبل في كتابها، في كتابتها، فالجدول سهل علي كتابه المعادلات، المعادله من الجدول، وبس ناقصها ايش؟ ناقصها الديفيشنز، الديفيشنز فاريبلز فقط. فكتبنا كل جول كتبنا له معادله مع ديفيشنز، وحددنا في كل جول ايش هو الانفيفرابل ديفيشن بناء على نص هذا الجول. الان ضل الاوبجكتيف فانكشن وهو اخر خطوه، هو مينيمايز ذا كل الانفيفرابل ديفيشنز اللي انا حددتها لما كتبت الجولز قبل شوي. فبنكتب مينيمايز الان p1d1 ماينس p1، هاي تدل على انه انا هاي البريوريتي نمبر 1 عندي، الاولويه الاولى عندي هي اني اعمل مينيمايزيشن للd1 ماينس. والبريوريتي رقم 2 فاصله، بعدها بنحط فاصله، بريوريتي نمبر 2 اني اعمل مينيمايزيشن لd2 ماينس. و
فاصلة priority number 3 أعمل minimization لل D3 plus وفاصلة البريوريتي الرابعة البريوريتي الثالثة كانت D3 plus إذا minimization لل D3 plus والبريوريتي الرابعة أني أعمل minimization لل D1 plus فهذا هو الobjective function. إذا عملنا كتبنا minimize P1 D1 D1 minus فاصلة P2 D2 minus فاصلة P3 D3 plus فاصلة P3 D3 plus فاصلة P4 D1 plus فهيك إحنا كتبنا الobjective function. ملخص الموديل أو نهاية الموديل أو الموديل النهائي هذا هو هاي الobjective function minimize subjected to هذول الثلاث معادلات معادلات الgoals والall variables مالهم أكبر من أو يساوي صفر وهيك بنكون عملنا formulation للgoal programming model فالخطوة الأولى نحدد الـ decision variables الخطوة الثانية بنلخص المعلومات في الجدول اللي حكينا عنه وهذا الجدول يعني الشكل هذا أنا برتاح له أكثر بتحب أنت تعمل جدول ثاني أو بطريقة ثانية تلخص المعلومات ما في مشكلة أو إذا أنت بتحب تأخذهم دغري من السؤال ما في مشكلة لكن أنا بحب ألخصهم بهذا التابل الخطوة الثالثة بمشي على الجولز واحد واحد بستخدم الجدول لكتابة الإكيويشنز تبعت هذا الجول وبضيف عليهم الديفيشنز فاريابلز ومن ثم بحدد الانفيفرابل ديفيشن لكل جول الانفيفرابل ديفيشن لكل جول واخر خطوة بعد ما امشي على كل الجولز ضل عندي اخر خطوة اني اعمل ايش اني اكتب الobjective function واكتب الموديل النهائي وهيك نكون احنا عملنا formulation لهذا الجول programming model الموديل الان اخذناه يمكن هو اللي رح نبدأ فيه الان رح نأخذ بضل فيه شوية أفكار أو شوية أمثلة تعزز الفكرة وتعزز الموضوع أكثر في إما فيديو أو كمان اثنين راح نعمل formulation أو نحل يعني نأخذ كيس أكثر two أو three cases نتعرف على بعض الفورمز اللي ممكن يعني مثلا إنه والله عندي شغلتين بنفس البريوريتي يعني two goals بنفس البريوريتي بدنا نشوف كيف نحققهم او كيف نكتبهم بالobjective function في الفيديو القادم ان شاء الله راح نتعرف على يعني نحكي اشكال بديله بالconstraints او بالgoal constraints وفي الobjective functions وبالpriority لكن الان هيك احنا عملنا formulation كامل لهذا السؤال راح نعمل عليه تعديل هذا السؤال في المره الجاي ونحله مره ثانيه وناخذ كمان اسئله اضافيه وهيك بنكون رح نخلص فيديو اليوم ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم ده الجول بروغرامينج يعطيكم العافية.